السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تحكم على الكتاب من غلافه، فلا يمكن قراءة قصة بمجرد النظر إلى غلافها. اكتب نص مسيرتك ولا تدع آخرون يخطون سطرا في صفحاتها. لا تسمح أن يخفى بريقك، فأنت من تحمل مصيرك. أنت لست متميزا لأنك أفضل من غيرك، بل أنك لا تشبه أحد سواك. أنت مسؤول عن ترك بصمة وأثر، ربما قد تختلف قليلا أو كثيرا عما تركه وسيتركه الآخرون. اسأل نفسك إذا كنت فعلت أفضل ما لديك أم لا. إطلالة جديدة من صفحة الكوربيه. كالعادة شعارنا: لا تضع قدمك في منطقة إلا وأنت تعلم قدرتك على تحقيق الهدف، فبدون التقدم بثبات لن تجني الثمار. نصل إلى ما لا يصل إليه غيرنا، وهذا سر تميز منصتنا. نبحث في الأحداث، نفتش في الكواليس، نأتي بكل ما هو جديد يخدم سوق المال، يخدم المستثمر الصغير، يخدم المستثمرين بشكل عام. وهذا ما يميزنا من حصريات وأخبار. يمكن كالعادة النهاردة عندنا الفقرة الأولانية بتاعتنا. النهاردة معنا أحد الضيوف الشباب اللي هي تمرست في سوق المال بشكل كويس، أحد الضيوف الشباب اللي قدرت إن هي تجيب المجال من تحت خالص، من إن هو عامل مقصة وعامل مندوب ويشتغل في الأبواب الخلفية اللي خاصة بشركات السمسرة، وزي ما يقولوا كده جابها من تحت. معانا النهاردة أحد الشباب اللي هو بيحمل رؤية متميزة، أحد الشباب اللي هو ليه مستقبل. معانا النهاردة الأستاذ علي عزت، الرئيس التنفيذي لفروع شركة الجذور لتداول الأوراق المالية. يمكن الراجل بيركز على العديد من النقاط المهمة، يمكن كان التركيز الأساسي حوالين ما تحدث عنه، حوالين ما أشار إليه من نقاط مهمة، وهي استسهال رجال الأعمال للاستيراد والتوكيلات التجارية تسبب في إخفاء المنتج الوطني. ده يمكن كان تركيز أساسي، إن لا أنا ما عادش دلوقتي موجود عندنا، ليه اختفى المنتج الوطني؟ الراجل بيرد على سبب الاختفاء، الراجل بيرد على بعض رجال الأعمال اللي كانوا السبب الرئيسي فإن إحنا نصل إلى إن إحنا نستورد كل احتياجاتنا من الخارج، بما فيها حتى الإبرة، أصغر حتى الأستيكان بتاعة القلم بنجيبها دلوقتي من الخارج، وده بسبب ليه اختفى المنتج. الراجل برضو بيتكلم بشكل كبير برؤية تحليلية متزنة وعاقلة بتفاصيل إذا تطلب الأمر ذلك. الراجل بيتكلم عن الاقتصاد واللي شهده الاقتصاد والاستثمار وإيه اللي مطلوب عشان نقدر نجذب استثمارات أجنبية بشكل يكون ليه انعكاس إيجابي على الاقتصاد المصري، على الاستثمار المصري. ايضا اشار بشكل سريع على ايه اللي مطلوب ان احنا نديه للقطاع الخاص، ونقول للقطاع الخاص تحرك براحتك. ايه اللي مطلوب ان احنا ننفذ من سياسة فيما يتعلق بملكية بوثيقة ملكية الدولة اللي هي كلها اساسا بتخدم رجال الاعمال، تخدم القطاع الخاص، سواء القطاع الخاص الاجنبي او القطاع الخاص المصري او القطاع الخاص فيما يتعلق المحلي. كل دي اشياء وكل دي امور وملفات الرجل اشار اليها، وضح احنا فين وايه المطلوب ان احنا عشان نحقق ده كله. لازم استقرار سعر الصرف، لازم تعويم، لازم وانفراجة اخيرا حدثت في الرؤية الاقتصادية للحكومة المصرية، وده اللي كان على اثرها ان الدنيا بدأت تشهد نوع من أنواع الحراك. الرجل اتكلم برضو على التضخم، وإن التضخم مستمر بسبب برضو الجزئين، سعر الصرف والجزء الآخر جشع التجار. وأعتقد إن الجزء الآخر خالص جشع التجار. المطلوب من الدولة إن هي يكون رقيب، ورقيب شديد يضرب بيد من حديد زي ما بيقولوا. الراجل برضو كل ذلك لا يشغله بشكل كبير ايضا
النظر واستراتيجيه شركته والرؤيه اللي هو يتطلع عليها ومستهدفاته في 2024. كل ده كله ده ان شاء الله موجود على صفحتنا في صفحه الكوربيه. ولكن احنا زي ما احنا معودينكم كده بندي ملامح سريعه للموضوعات بتاعتنا، ملامح سريعه للشخص اللي معانا والضيف اللي معانا، ملامح سريعه لكل ضيوفنا بما يسهم بشكل كبير في توضيح رؤيتهم، يساعد من خلالهم صانع القرار انه ربما يستعين بهذه الاراء ليستطيع ان يصل بالاقتصاد الى افضل الحالات. يمكن ده كان سريعا ملامح سريعه كنا فينا اصحابنا بعضنا فيها واتكلمنا فيها مع الاستاذ علي عزت الرئيس التنفيذي لفروع شركة جذور لتداول أوراق المالية. طيب خلصنا احنا كده الفقرة بتاعتنا اللي هي فقرة الضيف. ندخل على فقرة الحصريات. فقرة الحصريات عندنا كالعادة زي ما قلنا لكم، واحنا كل مرة يعني على وعدنا وعلى عهدنا ان احنا بنحاول بشكل كبير جدا نجيب لكم الحصريات بتاعتنا فقط اللي مش هتلاقوها الا على المنصة بتاعتنا احنا فقط. يبقى عندنا من اول هذه الاخبار، الخبر الاول بيقول ان الرقابة المالية تدرس تنظيم شروط الترخيص للوظائف الرئيسية بسوق المال. سريعا ايه الكلام ده؟ الكلام ده عندنا حوالي 15 وظيفة موجودة، شركة السمسرة، شركة العملة، التسويق بالقطاع المالي غير المصرفي بشكل عام. طيب في الحاجات دي كلها اساسا فيه الوظائف الرئيسية، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والكلام ده كله. الرقابة المالية دايما بتسعى بشكل كبير خلال الفترة الماضية ان بتنظم شروط عملية الترخيص، بمعنى ان ما ينفعش واحد يتكلم في اي حاجة، واحد يمارس دوره هو ما معاش رخصة، لا في حاجة مهمة. فالرقابة المالية وفقا لرؤيتها وفقا لإطار السياسة اللي هي شغالة عليه في عملية تنمية القطاع المالي غير المصرفي انتخذت هذا الجزء وبالتالي بدأت تشتغل فيه، وهذا يمكن متبعاها الإدارة منذ تولي الإدارة الجديدة برئاسة الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية. ده يمكن أهم الأخبار. عندنا الأخبار الثانية بتاعتنا سيتي لاب. يا عم حكاية سيتي لاب، عندنا الخبر النهاردة بيقول لك إن 17.5 مليون جنيه أسهم مجانية للمساهمي شركة سيتي لاب. يمكن احنا عارفين ان شركة سيتي لاب هتقيد وهتطرح في البورصة خلال الأيام القليلة القادمة، وإن ما كانش على آخر الأسبوع كمان يعني أو آخر الشهر. طيب إيه حكاية سيتي لاب؟ سيتي لاب إن من الشركات اللي هي منتهجة نهج يساهم بشكل كبير في إن هي تجذب المستثمرين، زي ما بيقول الكتاب وزي ما بيقول الطرح، ان هي بتقول للمساهمين بتوعنا تعالوا اهلا وسهلا، تعالوا احنا عندنا هيبقى 17.5 مليون جنيه اسهم، عبارة عن اسهم مجانية للمساهمي الشركة، واللي هم هيبقى لهم اساسا اول ما بدء التداول على طول اللي هم هيبقى لهم نصيب في ان هم يشتروا السهم. ودي رؤية احترافية بياخدها مجلس ادارة الشركة، ده وفقا طبعا لكلام الدكتور احمد جعيدي عضو مجلس الاداره ومؤسس احد مؤسسي شركه سيتي لاب. وبالتالي ان احنا خلال فتره القليله الايام القليله القادمه هنلاقي مولود جديد في سوق بورصه سوق المشروعات الصغيره والمتوسطه، وهنلاقي لها اداء مختلف خلال الفتره القادمه. ده يمكن الخبر الثاني. الخبر الثالث برضو من الحصريات المهمه، شركة إليت للاستشارات المالية. احنا عارفين ان إليت من الاستشارات المالية شركة شهدت نوع من انواع النشاط الكبير خلال الفترة الماضية بمجموعة شباب، ووفقا لتصريحات الاستاذ تامر حسين نائب رئيس مجلس ادارة الشركة، هي بتجهز شركة جيوس للتجارة والمقاولات للتداول بالبورصة، وبدأت الشركة ان هي تحط النسب، وبدأت الشركة ان هي تجهز الشركة بشكل كبير، عشان هنلاقي الشركة دي نسبة 25% من رأس المال مطروحة في بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد إعادة الهيكلة وبعد رفع زيادة رأس المال، وبعد ما خلت الشركة زي ما بيقولوا كده
عبارة عن سنجة 10 وطرحها جاي في البورصة خلال الربع الثاني من العام الحالي إن شاء الله. ده يمكن الخبر الثاني المهم. عندنا برضو من ضمن الأخبار المهمة يجي للاستشارات المالية تعيد تقييم أصول الشركات وفقا لمعايير المحاسبة المعدلة. يمكن احنا عندنا في بعض المعايير الخاصة بعملية إعادة التقييم للأصول، واللي هي ان دلوقتي انت عندك أصل أساسا قيمته الدفترية بتتعامل على قيمته الدفترية، لا تم تعديل في هذه المعايير يسمح لك انك انت تعيد تقييم الشركة او الاصل بتاعك الخاص بالاراضي مثلا بقيمتها الحالية. كل ده ساهم بشكل كبير، كان ماشي مع شركة الجزء او فيما يتناسب التطوير، واستطاعت فعلا خلال الفترة شركة ايجل ان هي تقوم بهذا الدور وان هي تطبق هذه المعايير، وبالتالي بدأت عملية تقييم وإعادة تقييم لبعض وللشركات اللي عاملها في العديد من المجالات الأخرى. ده يمكن وفقا طبعا ده كان وفقا طبعا لتصريحات ووفقا طبعا للكلام اللي كان معانا بالنسبة للدكتور ياسر عمارة رئيس مجلس إدارة الشركة. طيب احنا كده خلصنا فترة الحصريات، لكن مازلنا مع بعض ومازلنا نلاقي فيه لسه قدامنا كثير من الأخبار المهمة وكثير من الرؤية الخاصة بالسوق. كالعادة احنا النهاردة هنتكلم عن رؤيتنا للسوق، والنهاردة هيكون رؤية السوق وفقا لرؤية الأستاذة هالة مسعود خبير أسواق المال. هي لها رؤية، احنا شفنا الأسبوع الماضي ان السوق كان في نوع من أنواع الارتفاعات، كان في صحيح خلال التعاملات وخلال الأوقات المعينة كان فيه عمليات جني أرباح، وده أمر طبيعي وأمر مقبول في البورصة المصرية، لأن طول الوقت لازم هيبقى توصل لمستويات معينة من المكاسب أنت عايز تترجم هذه المكاسب أنك أنت تستفيد منها، فبالتالي بتبيع بينزل السوق، لكن سريعا يعيد أن يسترد عافيته مرة أخرى ويواصل. اعتقد ان وفقا للتصريحات ووفقا لرؤية الاستاذة هالة مسعود ان الاستثمار في مصر اصبح جاذب جدا لي، خاصة بعد الصفقة بتاعة رأس الحكمة والكمية الاستثمارات الاجنبية اللي ستضخ في هذا المشروع، وبالتالي سيعمل بشكل كبير على ان مصر لا تزال هي صاحبة الريادة في الاستثمار. مصر لا تزال لديها من الفرص النمو الكثير والكثير من الأسواق الناشئة، ويكفيك قبل كده زي ما كده اتكلمنا قبل كده مرة واثنين وثلاثة عدد السكان اللي عندك يكفي الأسواق والاتفاقيات اللي منعقدة مع أو المبرمة مع العديد من دول السوق سواء كان الأفريقي أو العالمي بشكل عام، وهي تعتبر مكسب لأي مستثمر كما ذكرنا في المرات السابقة، وبالتالي ده هيكون انعكاسه على حركة تعاملات السوق خلال الأسبوع القادم إن شاء الله أو الأسبوع اللي احنا فيه كده إن شاء الله، على مستهدف إن مؤشر البورصة الرئيسي مستهدف 30600 نقطة في عمليات مقاومة هتكون عند 30200 نقطة. أعتقد في ظل الأخبار المبشرة حوالين الاستثمار في مصر، في ظل الأخبار المبشرة عن مشروع زي مشروع رأس الحكمة، مشروع عملاق سياحي عملاق سيدر الكثير والكثير من العملة الصعبة للاقتصاد وخزينة الدولة المصرية، هيكون له انعكاس أيضا على البورصة، والبورصة هتعبر عن ده بشكل كبير جدا خلال تعاملات الأسبوع. في عندنا نقاط مقاومة 30200 نقطة، أعتقد إن هو هيتجاوزها بأمر بسيط، لا ممكن كمان هنشوف المستهدفات الأولانية اللي احنا اتكلمنا فيها 30600 نقطة. عندنا نقاط دعم، عندنا نقاط دعم اللي هي 29200 نقطة، ودي في حال إن لو السوق شهد نوع من أنواع عمليات ضغط عمليات جني الأرباح، ولكن زي ما قلنا إن لا تزال البورصة لديها الفرص والفرص. أعتقد إن احنا كده برؤية السوق معانا كانت الأستاذة هالة مسعود قد وضحنا المتوقع خلال البورصة خلال هذا الأسبوع في ظل حدث مهم جدا وهو مشروع أو صفقة رأس الحكمة اللي ستدر كما ذكرنا مليارات الدولارات للاقتصاد المصري. فاضل معانا كالعادة
المقال بتاعنا اللي احنا بندردش فيه مع بعض، ويمكن خارج المقصورة النهاردة خلينا المقال بتاعنا اول الغيث. طيب نيجي زي المرة ما قلنا كده، كوباية الشاي في ايدك، الكرسي بتاعك، تعال احنا نقول بنتكلم في ايه. اول الغيث، خلينا نرجع شوية قبل ما نتكلم احنا ليه اخترنا اول الغيث. اقول لكم ليه اخترنا وبعد كده نرجع اللي كان بيحصل قبل كده. مؤخرا كان فيها معرض عن ازاي ان احنا نصنع المكونات الصغيره الخاصه بقطع الغيارات، والخاصه بقطع الغيارات الخاصه بخطوط الانتاج والميكانيكا والميكنه والكلام ده كله. تمام. بصينا كده عشان مش كل حاجه نستوردها من بره، لازم يبقى لك انت المكون بتاعك والمنتج اللي انت تقدر، المحل اللي انت تقدر تعتمد عليه. خطوه ايجابيه. عشان كده احنا قلنا اول الغيث قطر. فعلا قلنا اول الغيث قطر. وانت كده بتشرب الشاي هنرجع مع بعض لما سبق. هو ليه المنتج المصري اختفى من السوق؟ هقول لكم ليه. فاكرين في عهد نظام مبارك لما كانت رجال الاعمال بتستسهل، يقول لك انا لسه هبني مصانع ولسه هدفع ضرائب للدوله ولسه هجيب عماله ولسه هعمل لهم تامينات، يا واد انا خليني كده ذكي كده وريح دماغي، وكده كده اساسا سعر الصرف بالنسبه كان مقابل العمله المحليه كان يعتبر ضعيف، فاحنا بدل ما اعمل واتعب نفسي في الليله دي كلها ارجع على اجيب من بره. وخد على هذا الحساب وهذا الاساس وانت بتشرب كوبايه الشاي، عايزك تتخيل بقى ان كل رجال الاعمال عملوا كده. اللي راح عمل توكيل تجاري مع شركه فيما يتعلق بالقطاع الغذائي ودخل باسمه، اللي عمل مع مش عارف ايه وراح جاب لي شويه قلامه وراح مدخلها السوق، وقف على ذلك في كل المنتجات. بالتالي هنا كله استسهل في عمليه الاستيراد، ولم يعد هناك منتج محلي يقول لك او سلعه محليه بتقول لك انا صنع في مصر. مفيش الكلام ده اللي كنا نشوفه قبل كده، ما اصبحش موجود. طيب ليه؟ ما احنا قلنا هو بيستسهل، شايف ان التكلفه اقل، شايف ان هو مش هيدفع حاجه، بلا اقتصاد وطني بلا اقتصاد غير وطني. وبالتالي انعكس ده ان احنا عشنا جزء من هذه الازمه. أليس لديكم وليس فيكم رجل رشيد؟ للأسف ما كانش فيه رجال أعمال وطنية بتخاف على هذا البلد، ولأ ده أنا هعمل مصنع، لأ ده أنا هنتج الياستيكة، لأ ده أنا هنتج المسمار الصغير اللي احنا بنحطه في العربيات، لأ ده أنا هنتج الصامولة الصغيرة اللي 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 اللي, اللي هتعمل لي نوع وطفرة وهتسهل لي بشكل كبير إنك أنت توفر أو ترشد فاتورة الاستيراد الكبيرة جدا اللي كنت انت معتمد عليها. ده كله ما حصلش. اللي حصل للأسف كله اتجه نحو الاستيراد، كله اتجه نحو ان هو استسهل، وبالتالي كانت النتيجة اي هزة اي حاجة تحصل مستوردينها عصر ده كله على الأسعار وعلى التضخم، لأن احنا مش بننتج حاجتنا اللي احنا بناكلها والحاجة اللي احنا بنستخدمها. لو كنا بننتجها في السوق المحلي ما كانش ده الحال وصل بينا إلى ان احنا بنبكي كل شوية. تخيلت بقى وانت قاعد على الكرسي بتشرب الشاي انك انت لو لقيت وقمت ولقيت راجل أعمال وطني وعمل مصنع واشتغل الناس وشغل الناس وطلع المنتج المصري وطلع المنتج المحلي وطلعت السلعة المصرية، تخيل ان احنا ما كناش هنوصل لهذا التعب اللي احنا كنا فيه. هل الناس دي ما كانتش بتقرأ المستقبل؟ دي تبقى كانت للأسف تبقى كارثة كبيرة لو فعلا لم تكن تقرأ المستقبل، لان غيرنا بيقرأ المستقبل والمستقبل اللي بعد المستقبل والمستقبل اللي فيما بعد، وبالتالي كان التأثير علينا كسوق محلي. واعتقد ان يكون بعض رجال الاعمال الوطنيين استوعبوا الدرس، واحنا نشوف خلال الفترة القادمة من مثل هذه المعارض اعادة مرة اخرى لقيمة المنتج المحلي، ونرجع تاني صنع في مصر. حتى يا سيدي لو احنا في الاول ما كانش المنتج بجودة، بعد كده هنتعلم وهيبقى المنتج
ذات جودة. أعتقد أن احنا كده بنهاية حلقتنا وبنهاية المقال بتاعنا أول الغيث قطرة، نكون قد انتهينا من حلقة اليوم، على أمل اللقاء إن شاء الله الأسبوع القادم، معانا ضيف جديد، معانا كواليس جديدة، معانا أخبار جديدة، معانا حصريات اللي دايما بتميزنا على المنصة، ونشرف بمتابعتكم بشكل كبير. إن احنا إن شاء الله نلتقي في نفس الموعد في نفس المكان في نفس الميعاد الأسبوع القادم. طبتم وطابت أوقاتكم في أمر رعاية الله وأمنه وسلامه. كان معكم دكتور صلاح الدين عبد الله.